Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس حقيقة جبار ورائع جدا، وأنصح أنك تشارك فيه أي شخص تحبه أو تحب له الخير، لأن درس اليوم هيكون أول فيديو يعطيك فرصة أن تتحدث اللغة الإنجليزية خلال أسبوع. نعم، خلال أسبوع. قد لا يصدق البعض هذا الموضوع ويعتبر أنها مبالغة، ولكن أنا أوعدك إذا أنت وافقت معي وصدقتني واتفقت معي في فيديو اليوم، جرب ومش هتخسر شيء، وبعد كذا هتعرف الفرق. خليك معي وشوف فيديو اليوم هيفيدك ولا لا. مرحبا بكم مرة أخرى. Today اليوم أنا أريد أن أعلمك 40 سؤال و40 إجابة. نعم، مش هسيبك اليوم إلا وإنت حافظ معايا 40 سؤال و40 إجابة. طب تعال كذا خلينا نركز أنا وإنت. لو كان عندك 40 سؤال باللغة الإنجليزية وعندك 40 إجابة، كيف هيكون وضعك في التحدث في السبيكينج؟ يعني انت اذا حصلت شخص اجنبي، امريكي، بريطاني، كندي، استرالي، ايا كان، وتريد ان تتحدث مع اللغه الانجليزيه، مش مهم ان يكون عندك اسئله انجليزيه؟ مش ضروري جدا انك تحب تساله فهو يجيبك وتساله ويجيبك، او هو يسالك فانت تجيبه؟ طيب لو عندك 40 سؤال هتتكلم معاه قد ايه؟ لو عندك 5 اسئله هتساله مثلا What is your name؟ هيقول لك My name is David. Where are you from؟ يقول لك I am from Canada. Do you like sport؟ قال لك نعم I like sport. Yes I do. قلت نعم. Yes I do. I like sport. What kind of sport do you like؟ فقال لك I like swimming أو I like football. قلت له مثلا Have you got children؟ أو Do you have children؟ Yes I do. How many children do you have؟ I have 2 children, 3 children. انت كده لو سألته 5 أسئلة هذه، 6 أسئلة، يعتبر انتهت الأسئلة عندك. انت حاب تحاول تكمل معاه الحوار، تكمل المحادثة، بس ما فيش عندك أسئلة. لكن لو عندك 40-50 سؤال الوضع يختلف. وهذه هي فكرة اليوم، وهذه هي الطريقة اللي أنا قلت لك إياها، إنك تتحدث الإنجليزية في خلال أسبوع. بس ركز معي كيف الطريقة وافهم فكرتي. هذا السر أنا أنزلته في فيديوهات سابقة وأسميتها السر الذي سجلت تتحدث الإنجليزية في 10 أيام، وهناك 4 فيديوهات في الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، وهناك ملايين المشاهدات حول هذا أو هذه الفيديوهات. هذا الفيديو هيكون بمثابة يعني شيء مقارب لهذا الموضوع أو مشابه له، ولكن أسئلة جديدة. ركز معي. أنت يعني تشاهد في الصبورة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 أسئلة، ولكن هذه السبع الأسئلة هنحفظها وحفظكم إياها مع نطقها وتكرارها، ثم نغير كلمات معينة. ركز معي وافهم كيف تحول السؤال الواحد إلى 6 أسئلة 7 أسئلة 8 أسئلة 10 أسئلة. نعم ركز معي. السؤال الأول يقول Do you work or are you a student؟ يعني تعني هذا السؤال يعني هل أنت تعمل، هل أنت بتشتغل، أو أنت طالب، أو هل أنت طالب؟ هذا السؤال بهذا الشكل: Do you work or are you a student? Do you work or are you a student? حبة حبة. أصله سؤالين: Do you work. كرر معي: Do you work. التكرار يرسخها، عندما لسانك تنطق يثبت في الدماغ. هتشاهد فقط وتسمعني، هتيجي نتيجتك بعد فترة هتقول يا أستاذ مراد أنا بسمع أفهم بس ما أعرف أتكلم. هذا هو السبب إنك ما بتتكلم، فتكلم وانطق. Do you work. هل أنت تعمل؟ Or are you a student? Are you a student؟ هل أنت تعمل أو هل أنت طالب؟ تعالوا نغير هذا السؤال. بدل ما نقول هل أنت تعمل، ممكن تقول هل أنت تدرس؟ Do you study.
Do you study or are you a teacher؟ أو ولا أنت مدرس؟ يعني أنت دخلت مكان فشفت شخص مش عارف هو مدرس ولا طالب، فتقول له Do you study؟ أنت بتدرس؟ هل أنت تدرس هنا؟ Or أو Are you a teacher؟ ولا أنت مدرس؟ ممكن نفس الطريقة دخلت مستشفى. Do you work؟ هل أنت تعمل هنا؟ Do you work here or are you a doctor؟ ولا أنت دكتور هنا؟ ولا أنت nurse؟ ولا أنت ممرضة هنا؟ ولا أنت ها؟ فهمتوا؟ Do you work؟ Do you study؟ Do you live؟ هل أنت بتعيش؟ دخلت شقة أنت وبتسأل هل أنت عايش هنا؟ ولا أنت are you ها a visitor a guest؟ ولا أنت زائر يعني ولا ضيف guest visitor؟ تمام؟ شوفوا الآن غيرنا السؤال واحد اللي كان معنا سؤال واحد حفظناه من الأصل do you work or are you a student؟ غيرنا do you study do you live do you تمام؟ Do you play ممكن تخليها؟ طيب ننتقل للسؤال الثاني. What do you do when you are bored؟ نعيد السؤال مرة ثانية. What do you do؟ ماذا أنت تعمل؟ When you are bored عندما تكون طفشان زهقان إيش بتعمل؟ طبعا نعود للسؤال الأول عشان بس نأتي بالإجابة. Do you work or are you a student؟ هذه إجابتها بسيطة جدا. إذا كنت أنت بتشتغل فتقول Yes, I work ولا Yes, I am a student Yes, I study ولا Yes, I live or Yes, I am a teacher Yes, I am a nurse ولا No طبعا هذه يا Yes يا No تمام Do you work or are you a student تمام فممكن تقول No, I don't study I am a teacher No I don't work. I am a nurse. عندك أكثر من طريقة. طيب. وهذه الإجابة السؤال. What do you do? What do you do? What do you do? أصل لوحده هذا السؤال. يعني لهنا. What do you do? إلى هنا. يعني ماذا أنت تعمل? When. عندما you are. When you are. عندما أنت تكون bored. Bored. طفشان. عندما تكون طفشان. نغير السؤال What do you do when you are alone؟ ماذا تعمل عندما تكون لوحدك؟ What do you do when you are alone؟ ممكن نخلي السؤال What do you do when you go to the beach؟ Go to the beach Go to the beach To the supermarket When you go to the sea عندما تذهب إلى البحر What do you do when you have؟ ممكن تغير هنا When you have عندما يكون عندك a headache صداع a headache what do you do خلاص ما هي what do you do when you are alone when you go when you have تمام when you are not in a good mood نجيب سؤال جديد when you are not in a good mood إيش تعمل عندما أنت ما بتكون بمزاج كويس؟ يقول له والله أروح إلى البحر. طبعا نشوف الإجابات واحد بيسألك أنت بيسألك What do you do when you are bored? I go to the beach. أو إجابة أخرى I listen to music. أو I read stories. I like to watch American movies. عندك إجابات كثيرة. طيب What do you do when you are alone? I sleep. I walk. I watch TV. نفس الإجابة السابقة. What do you do when you go to the beach? I swim. مش محتاجة يعني. What do you do when you have a headache? I take an aspirin. طيب What do you do when you are not in a good mood? عندما ما تكون في مزاج جيد. ممكن تبدأ إجابتك when ممكن تبدأ حتى الإجابة when I am not in a good mood I travel سافر عشان مزاجك يا رجل طيب شوف إحنا أصله سؤال واحد غيرنا 1 2 3 4 5 يا
إذن ممكن تغيره إلى عدة أشكال. What do you do when you see me؟ إيش تعمل عندما بتشوفني؟ إيش بقى أسوي؟ إيش خير أشوفك يعني إيش المشكلة؟ What do you do when you feel sad؟ عندما تشعر بالحزن. Feel مثلا sad عندما تشعر بالحزن. إيش بتعمل؟ I cry. I cry. أبكي. هذه الإجابة. طيب ننتقل للسؤال الثالث. Why do you always call me؟ واحد مزعج يا ما أكثرهم. Why do you always call me؟ Why لماذا؟ Do you أنت always دائما call me تتصل لي. Why do you always call me؟ ليش دائما بتتصل لي يا أخي؟ ليش؟ تمام. I like you. يا أخي بحبك. مش بيدي يعني. طيب نغير الكول ونخليها why do you always why do you always visit me. لا هذا زود بها visit me. ليش دائما بتزورني؟ ليش دائما بتزورني؟ why do you always visit me. طيب why do you always lie. ليش دائما انت بتكذب؟ lie to me مثلا lie lie تكذب. ليش دائما بتكذب انت؟ why do you always lie. why do you always lie to me. ليش دائما بتكذب علي يا اخي فهمني. لانه ما ينفع معك الا كذا. لو قلت لك الصحيح الحقيقه ما بتصدق. هذا بعضهم يعني انا بقول الاجابات يعني من دماغي. طيب الاجابه why do you always call me قلنا because I like you. غالبا نبدا كلمه الواي because لانه because I like you because I like you. ولو قلتها I like you مش مشكلة. why do you always visit me because إيش هنقول السبب because I need you لأني أنا محتاجك بزورك لأني محتاجك ما عندي فلوس باجي اتغدى واشرب شاي مجانا free. why do you always lie to me. طيب ليش دائما بتكذب علي because you don't believe me لأنك ما بتصدقني فبكذب اضطر اكذب. ايش الخربطه هذه؟ تكذب عشان ما بصدقك؟ نعم لو قلت لك الحقيقه ما بتصدقني. طيب why do you always ليش انت دائما cry cry. ليش دائما كل ما بشوفك وفعلا في ناس كل ما بتشوفه بيبكي والمتشائم. يا اخي اذكر الله خليها على ربك انت كذا كذا هتموت هتموت فخليها لرب العالمين. why do you always cry ليش دائما بتبكي cry. تقول الإجابة because I miss my family. يا سلام هذا إجابة بصراحة محزنة لأني أفتقد لأسرتي لعائلتي. because I miss my love because I miss أفتقد my baby طفلي. because I am alone لأني أنا وحيد. فين اللون؟ because I am alone. تبكي عشان أنت لوحدك؟ yes. why do you always ممكن حتى تضع go. ليش انت دائما بتذهب go to ويذكر المكان. why do you always go to Paris. why do you always go to Paris because I love it because my girlfriend is in Paris لأن صديقتي في باريس. ننتقل للسؤال الرابع who do you study with. who do you study with هذا سؤال رائع جدا. مع من بتدرس انت؟ انت مع من بتدرس؟ الإجابة I study with my I study أنا أدرس with مع my brother friend صديقي مع علي. ممكن تقول with علي with أحمد with Tom with my uncle with my aunt مع عمتي عمي. نغير السؤال هذا who do you study with who do you study with who do you live مع من أنت مع مين عايش يا أستاذ يا محترم انت. who do you live with انت مع مين عايش. الاجابه بس بدل تغير بدل study I live يعني هنخليها هنا I live انا عايش with my family with my friend with. who do you work انت مع مين شغال يا استاذ. ايش الاسئله هذه مع مين عايش مع مين بتدرس مع مين. تحقيق هو نعم هي للاسف الحياه كده يعني سؤال وجواب. who do you study with مع مين انت عايش.
Who do you work with؟ مع مين انت بتشتغل؟ مع مين بتعمل؟ Who do you live with؟ مع مين انت عايش؟ Who do you eat with؟ مع من بتأكل؟ ممكن طبعا حتى eat lunch with. Who do you eat lunch with؟ Who do you play football؟ مع مين بتلعب كرة القدم؟ طيب وكما أخبرتك تقول I study, I live, I work, I play, I eat with مع كذا كلام. أنا وعدتك أسئلة وإجاباتها مفيش كلام يعني. When are you leaving؟ أنت متى أنت مغادر؟ When are you leaving؟ When are you leaving؟ فلان مغادر بيسافر أي مكان فبتسأله When؟ متى؟ When are you leaving؟ متى أنت مغادر؟ When are you going؟ متى أنت ذاهب مثلا to مكة؟ When are you meeting علي؟ When are you traveling؟ متى أنت مسافر؟ traveling مسافر، leaving مغادر، going ذاهب، meeting يقابل، traveling. طيب الآن الإجابات تبعها When are you leaving؟ I am leaving on Monday أو tomorrow. When are you going to Mecca؟ I am going to Mecca next month الشهر القادم. When are you meeting علي؟ I am meeting علي at 4 o'clock الساعة 4 tomorrow مثلا. When are you traveling؟ متى أنت مسافر؟ I am traveling، هضيف I am traveling أنا مسافر on Tuesday on Friday at 4 o'clock in December next month next year. مفيش مشكلة. طيب السؤال الذي يلي what sort of food do you like؟ what sort of food do you like؟ ما نوع الطعام الذي أنت تحبه؟ نعم sort هي نفس السؤال what kind هو نفسه. what sort of food do you like؟ ولكن مشهور sort أيضا بشكل كبير. what sort of food do you like؟ تتغيروا إيش هنغير الكلمة؟ هنغير الفود. هنقول مثلا what sort of music do you like؟ what sort of sport do you like؟ what sort ما نوع ها of cheese ايش نوع الجبنة اللي بتحبها؟ what sort of انا مش ما فيش مكان اكتب هنا بكتب لك اياه في المونتاج. what sort of food what sort of music what sort of sport what sort of cheese what sort of fish do you like؟ do you like زي ما هي. اذا انت بتحفظ what sort of بعدين do you like وتغير الكلمه هنا food وميوزك وcheese واللي تحبه. الاجابه بسيطه جدا I like انا بحب واذكر النوع. انا مش عارف انت ايش انواع الجبنه اللي بتحبها ولا انواع الموسيقى I like pop music I like American music classic music I like what kind of movies do you like ايش الافلام اللي بتحبها I like American movies. آخر سؤال What is your favorite sport؟ هذا سؤال معروف يعني أذكر ذكرته قبل كذا ولكن هو مهم وما بيستخدمه ناس كثير. What is your favorite طبعا أحيانا تكتب باليو أو يو أحيانا ما يكتب يعني بالبريطاني الأمريكي يعني بهذا الشكل صحيح وذلك الشكل صحيح. What is your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ favorite مفضل. what is your favorite music؟ ما هي موسيقتك المفضلة؟ what is your favorite color؟ ما هو لونك المفضل؟ أيضا color ال O U ولا بدون O U. what is your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ what is your favorite ها؟ يعني ممكن تضع كلمات كثيرة. what is your favorite cheese؟ ما هي جبنتك المفضلة؟ what is your favorite burger؟ what is your favorite American songs ما هي يعني الأغاني الأمريكية المفضلة عندك؟ What are your favorite ممكن يعني تغيرها جمع What are your favorite American songs ما هي الأغاني الأمريكية المفضلة عندك؟ والإجابة I like نفس هذه I like أو ممكن تقول my هتبدل هذه بس my favorite sport is كذا كذا my favorite music is my favorite color is red blue my favorite american songs are كذا وكذا my favorite واكتب الشيء اللي يعجبك.
الآن المفروض أنك أنت خرجت أقل حاجة بـ40 سؤال، يعني لو عديت أنت يعني 7 أسئلة، وإحنا حولنا كل سؤال تقريبا 6 إلى 7 أسئلة، ف 6 × 7 اضرب، مش أقل من 40 سؤال، ممكن توصل إلى 50 سؤال، بس أنت بتغير كلمات، يعني بدل السبورت والميوزك والكلر والأشياء هذه بيتغير. طيب الآن تعال نشوف تدريب. تدريب أنا حب أسألك، تريد أن تسأل أحدهم، تريد أن تسأله وتقول له من هذه الأسئلة اللي أخذناها، إيش بتعمل عندما أبوك يزورك؟ إيش بتعمل؟ ماذا تعمل عندما والدك يزورك؟ هنختار هذا السؤال. What do you do when your father visits you؟ طيب نريد أن أنا أريد أن أطلب منك أنت تعمل سؤال، تقول لأحدهم مع من أنت نايم؟ اتصلت فيه، سمعت انه عنده احد نايم، فحب تسأله انت نايم مع مين؟ انت نايم مع مين؟ فايش السؤال المناسب في رأيك؟ انظر براحتك. احسنت. Who do you sleep with؟ مع من انت نايم؟ طيب كيف تسأل شخص سؤال وتقول له ليش انت دائما تتوقف هنا؟ توقف جنب بيتي، ليش انت دائما بتوقف جنب بيتي؟ ليش؟ انا حاب افهم يعني ايش عندك. طيب ايش السؤال المناسب من الاسئله هذه؟ احسنت. Why do you always stop ولا park ها near my house by my house؟ طيب تريد ان تسال شخص تقول له ايش بتعمل عندما تكون مع زوجتك؟ يا اخي انت ايش دخلك؟ غير السؤال هذا. ايش بتعمل عندما تكون في مكتبك؟ او عندما تكون نقول مثلا في المستشفى، والله يبعد عنا المستشفى، ايش الاسئله؟ نغير السؤال. هل انت ممرض او دكتور؟ هل انت ممرض او دكتور؟ خلاص شيل السؤال الاول. ها هل أنت ممرض؟ هنغيرها هنا. Are you a doctor or a nurse؟ شوفوا ممكن تغير نفس السؤال هذا اللي فوق، ممكن تغيره نفسه، مش شرط يكون نفسه، يعني ممكن نأخذ هذا الجزء منه. هذا السؤال خذوا بالكم، هي أصلا Do you work؟ هذا السؤال. Are you a student؟ هذا السؤال. What do you do؟ هذا السؤال. When you are؟ هذا يكون راكب معه. What do you always؟ هذا سؤال مركب لوحده يعني، وهذا سؤال لوحده كامل، وهذا سؤال لوحده، وهذا سؤال لوحده، وهذا سؤال لوحده. بس في أسئلة ممكن تنفع أنك يعني تخرجها أكثر من سؤال. أتمنى يكون الفيديو فادكم، أتمنى تشاركوه مع غيركم، مش حاب أطول أكثر من كذا عشان ما يكون دمي ثقيل عليكم. Thank you very much، شكرا جزيلا لكم، وشاركوا الفيديو مع غيركم. ولا تنسوا أني أنا عملت كورس جديد على قناتي الثانية مرتب وبشكل رائع جدا، اللي حب أنه يلتحق فيه أنصحك من كل قلبي، هذا الكورس هيفيدك جدا. Thank you very much، good luck، حضر فقط، see you soon. وهناك كورس اسمه كورس المهارات، ركزوا عليه. مع سلامة الله.